في حلقة جديدة من حلقات متعددة نشرح فيها مواضيع مختلفة في مجال Molecular Diagnosis. في هذه الحلقة سنشرح موضوع PCR Marker أو PCR Ladder. أكيد هذه PCR Ladder وماركر نسمع فيها، طبعا قد نطلق عليها Ladder أو نطلق عليها ماركر. ما هي PCR Marker؟ هي عبارة عن قطع من الدي ان اي بأحجام مختلفة. هذه القطع اللي بأحجام مختلفة استخدمها لأعمل سايزنج للبي سي ار برودكت او ريستريكشن فراجمنت على الأجروز والبولي اكريلاميد جيل والبالس فيلد جيل الكتروفيز. اذا هي اعرف قديش حجم القطعة زي ما احنا شايفين في الرسم اللي عندنا، بيطلع الشكل كده في الاناليسز، طلع لنا عبارة عن باندز. فهي اللادر أو الماركر هو قطع من الدي ان اي ذات أحجام مختلفة. موضوع هذه القطع في ستورج اند لودينج بفر، وقد تكون موضوعة في الستورج بدون ما تنحط في اللودينج بفر زي ما احنا شايفين، لأن هذه تحت عبارة عن قطع، عبارة عن قطع من الدي ان اي موضوعة في ستورج بفر تريس اتش سي ال وايديتا، وغير محطوط وغير موضوع عليها لودينج بفر بمعنى البروموفينول بلو او اي صبغة اخرى زائد الجليسرول. وبالتالي انا لما بدي انا اشتغل فيها في الجل بحتاج اني انا اضيف عليها، نحتاج اني انا اضيف عليها اللودينج بفر خلال اني انا اعمل اناليسيس. بينما عندنا هذه زي ما احنا شايفين، هذه محطوط عليها الصبغة جاهزة للاستخدام، مش حط عليها ولا حاجة، جاهزة محطوط عليها التريس اتش سي ال والايديتا والداي والجليسيرول، جاهزة موجود فيها ستورج ولودينج بفر، فهي جاهزة للاستخدام. الان احنا حنتكلم على ايش هي انواع الماركر، شو هم انواع. طبعا تجي زي ما احنا شايفين شركة من الشركة ريدي تو يوز، تيجي من الشركة ريدي تو يوز. طب ايش هي انواعها؟ انواعها في 50 بيسبير لدر، وهذا 50 بيسبير لدر تبدأ من رينج فروم 50 بيسبير. الآن زي ما احنا شايفين هذا عبارة عن 50 بيسبير لدر بديل من 50 ماشي لعند 1000، عندنا عبارة عن 6 بندات. هذا من شركة بروميجا، لكن ممكن الآن شركات تانية تعمل لي عدد الباند وعدد الفراج اللي يحطوا لي إياه أكتر. الآن هاي شركة تانية، شركة بايولاين، عملالية من 50 موصلة لي إلى 2000 بيزبير لحوالي 15 باند. إذا أنا في عندنا 15 باند، طبعا الفرق ما بين الباند والأخرى مش عاملين مش 50-50 إنما 100. مش بالضرورة تكون كلها منتظمة 50، أول شغلة 50 لـ100، بعدين 100 لـ200 300 400 500، وصل لي لحد 2000. فكلمة 50 بيزبير لا تعني إنه الفرق ما بين القطعة والأخرى، ليست بالضرورة أن تعني الفرق بين القطعة والأخرى 50، إنما تعني أننا نبدأ من 50 وقد نمتد إلى 2000 وقد نمتد إلى 1000 حسب انا الشركة المصنعة وانا ايش انا جايبة اللادر. فانا بدي انا اتطلع على البان فليت قبل ما بدي اشتغل. الشركة تانية او النوع التاني من اللادر هو 100 بيز بير لادر. 100 بيز بير لادر اي تبدأ من الرينج، يبدأ من 100. فهنا الشركة بديالية شركة الثيرمو، 100 بيز بير لادر تبعها بديلي طبعا بديلي من 100 لعند 3000. شركة تانية من 100 لعند 1000. فالآن العدد الباند أقل زي ما احنا ملاحظين، انتبه هيا 100 200 300 400 500، ملاحظين الانتنسيتي عالية عند الباند 500 وعالية عند الباند 1000. في هذه الشركة الانتنسيتي عالية عند الباند 300. إذا هناك فقط فروق خفيفة ما بين الشركات، يعني فن، يعني إنما هو عبارة عن فن، تتفنن الشركات كم قطعة تضع، مين الانتنسيتي تكون لأي باند تكون أكتر. فإحنا لازمنا نقرأ البامفلت عندما بدك تشتغل في الاناليسز وعندك لدر جايبه من شركة تانية، فمش كل الشركات نفس السيستم ماشي. هذه عبارة عن 1 كيلو بزبير لدر، بمعنى تحوى 1000 بزبير لدر أو قد تبدأ من 1000، يعني الرينج فروم 1000 أو ممكن تكون من أقل من 1000 بادية. في شركات تبدأ ليا من 1000
ألف وامشي لفوق. في هذه الشركة شركة بديالية من عند 250 وماتشيرية عند 10,000 بزبير، فهي وعاملة الألف الانتنسيتي إلها عالية والتلات تلاف الانتنسيتي إلها عالية. المهم الألف تكون موجودة في اللدر، هو اسم 1 كيلو بزبير. بإمكاني لأوصل ل10,000. طب ماذا عن أكثر من ذلك؟ هناك طبعا نقطة يجب الإشارة إلها، البلس جيل إلكتروفوريسيس، هو لسيباريشن لقطع كبيرة أكثر من 20 كيلو بزبير. هل لديها لدر؟ نعم، هناك لدر يطلق عليه مونو كوت ميكس لدر، يطلق عليه مونو كات ميكس لدر. هذا اللدر للرينج تبعه تقريبا من 1000 بيزبير الى 48,000 بيزبير، بمعنى من 1 الى 48 كيلو بيزبير. فهذه اذا هذا اللدر بقول لك هو يعتبر the best for pulse field gel electrophoresis، وهذا اللي يعتبر بيعمل لسيبريشن لا باند لفراجمنت السايز تبعها كبير. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، والتي كانت تتحدث عن أنواع اللدر وتتحدث عن ما هو الماركر. وإذن الله حلقات القادمة سنتحدث عن موضوعات متنوعة إن شاء الله تكون قد نالت إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.